إسراء بقى، خلينا نبتدي من البداية، يعني خالص بداياتك خالص، قبل ما ندخل في قصة الشبه اللي بينك وبين الفنانة الجميلة إلهام شاهين. انت امتى قررتي تدخلي مجال الفن ودرستي ايه اصلا؟ اول حاجة انا درست معهد فنون مسرحية ودخلت بعد ورش، لاني انا حبيت الفن بسبب الفنانة إلهام شاهين اصلا. يعني انا لو ما كنتش يعني وانا صغيره شبهوني بالفنانه، انا ممكن اقول لك ان انا ممكن ما احطش في دماغي اني انا امثل. انت من امتى اصلا يعني كان حسيتي ان في شبه، او الناس قالت لك ان في شبه بينك وبين الهام شاهين؟ هل لما دخلتي مجال الفن ولا من قبل كده؟ لا، ده من وانا صغيره. يعني وانا لسه في مرحله الاعدادي قالوا لي ايه ده، انت شبيهه الفنانه الهام شاهين قوي. قلت لهم ايه ده، معقوله ازاي؟ انا ما صدقتهمش. بدات طبعا مع مر السنين كل ما اكبر الشبه بيزيد اكتر، وكل ما الناس تشوفني في الشارع انت شبيهه الفنانه الهام شاهين خلوني اصدق، يعني خلوني ابص في المرايه، هو انا فعلا حقيقي شبه الفنانه الهام شاهين؟ لحد ما بدأتي تحطي بقى موضوع الفن في دماغك من بعد ما قالوا لك انت شبه الفنانه الهام شاهين. طب ليه ما بقاش ممثله وانجح زيها واقتحم زي جرأتها؟ لانها جريئه جدا جدا، معروفه عنها انها جريئه السينما المصريه والتلفزيون المصري، عندها الجرأه يعني بصراحه ما شفتهاش في ممثله قبل كده. فقلت طب ليه انا كمان يعني ما بقاش ناجحه زيها والناس كلها تتكلم عني؟ من سن كام بقى بدأتي تفكري في كده؟ يعني بدأت بقى ان انا بعد ما خلصت مرحلة الثانوي بقى، وقلت بقى افكر ان انا ادخل معهد فنون مسرحية وادرس، يمكن يضرب معايا الحظ ويبقى مخرجين يكتشفوني يقولوا لي تعالي بقى. طيب مين كان بيشجعك اصلا يا اسراء بقى؟ يعني هنتكلم الاول على المحيط الاسري، مين كان بيشجعك او من الناس اللي حكيت حواليكي وقتها؟ والله كانت اختي بتشجعني جدا، يعني اختي دايما في ظهري وهي بعد مني بسنه كده، كانت تقول لي طب ليه ما فرصه بالنسبه لك، حاولي. شجعتني، قلت لها يعني انت متاكده ان انا ممكن يضرب معايا الحظ وابقى في يوم من الايام الناس كلها تتكلم عني زي ما بيتكلموا عن نفس يعني الفنانه الهام شاهين؟ قالت لي طب وليه لا، جربي. لحد ما دخلت بقى، دخلت في دماغي ان انا ادرس، ولحد ما جات لي بقى الفرصه، المخرجه انعام محمد علي اكتشفتني. الكلام ده من قد ايه بقى تقريبا؟ من 2006، يعني من زمان قوي. قالت لي ايه ده، انت شبه ممثله. قلت لها انا مش هقول، حضرتك قولي مين. قالت لي فنانه الهام شاهين. واستني استني، ده مش بس الشبه. قلت لها الصوت. قالت لي الصوت، انا سامع بنفس الطريقه، نفس اسلوبك، يعني نفس الطبع. قلت يا معقولة؟ هو انا مقتنعه طبعا ان الحمد لله ربنا قادر يخلق من شبه 40 اكيد، والناس طبعا المفروض تكون مؤمنه بحاجه زي دي، لان هم شبهوني. يعني انا نفسي اسراء صبري كل حاجه، بس انا يعني ما اقدرش. انت مبسوطه بده؟ انت مش متضايقه من، بالعكس انت مبسوطه؟ مبسوطه من ده؟ مبسوطه ان حد بيشبهني بحد ناجح جدا وحد معروف جدا ومشهور جدا، وانا لاقيه نفسي اني انا نفسي اكون كده يعني.